بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى عبر قناة البلد الفضائية. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يتقبل منا هو السميع العليم، وأن يتوب علينا هو التواب الرحيم. وأسأل الله عز وجل أن يتغمدنا بالرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة، إنه وسع كل شيء رحمة وعلمة. أيها الأخوة والأخوات، نسعد كثيرا بتواصلكم واتصالكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وندعو بما يدعو به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع. ومن باب التأكيد كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. يعني هذه أربع كلمات عظيمة، والمؤمن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل شر، ويسأل الله سبحانه وتعالى من كل خير. والعلم الذي لا ينفع، العلم اللي بيضر صاحبه، ممكن العلم الذي لا ينفع يعني ما فيه أي فائدة، ممكن أو ممكن علم يضر الإنسان، وعلم يضر الإنسان يكون معلومات مغلوطة أو معلومات يمكن تبعد عن الله سبحانه وتعالى. والعلم النافع ما يتعلق بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أي علم ينفع العباد، يعني أي علم من العلوم الدنيوية ينتفع به الناس، وحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. والإسلام حث على كل أنواع العلم والتعلم، والعلم بالتعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ودي الوسائل اللي بيتعلم بها الإنسان، والقلب الذي لا يخشع، القلب المخاف ربنا سبحانه وتعالى. والخشوع مرات بتجي به معنى الخوف، والخشوع برضو للقلب معناها الاستكانة والإقبال إلى الله عز وجل، وده خشوع الصلاة. ربنا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي ناس في الدنيا ما بصلوا لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، دي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والعمل المابي والعلم وقلب لا يخشع، والنفس التي لا تشبع، النفس اللي ما عندها القناعة، والنفس إذا ما قنعت مشكلة كبيرة جدا، وإذا قنعت ربنا سبحانه وتعالى بيبارك. وكان مما يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، واخلف على كل غائبة لي منك بخير، وأجرني من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ودي برضه من الدعوات العظيمة جدا، قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني، ومرتبطة ببعضها، لأن الإنسان إذا قنع بما رزقه الله ربنا بارك له فيما أعطاه، وإذا ربنا بارك له فيما أعطاه معناه بيخلف له على أي حاجة فاتته اللي بيجيه أحسن من الفاته يعني. ولذلك: أخلف على كل غائبة لي منك بخير، أو أخلف علي، أخلف علي كل غائبة لي منك بخير. ولو لقى ده كله معناها ربنا نجاه من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وخزي الدنيا وخزي الآخرة. ولذلك: أجرني من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. يا سبحان الله إخواننا، لو الإنسان تأمل في الدعوات النبوية التي يدعو بها الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يعلمها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته من بعده، فبيجد فيها الشيء العظيم في جوامع الكلم. يعني تخيل الإنسان تأمل في، يستعيذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع. تخيل الإنسان يسأل الله أن يقنعه بما رزقه، لما خلاص فاز، هي القناعة فاحفظها تعش ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمل، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ الحنط الحنوط، الريح اللي بيسواه في الكفن في الميت بعد ما يغسلوه، والكفن معروف
بس خلى اي حاجه ماشيه بيديل كله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم قد تقطع بينكم. فنسال الله العفو والعافيه. مرحبا يا اختي. مرحبا بك اختي دريه، تفضلي. عليكم السلام. مرحبا بك اختي. الو. مرحبا، عليكم السلام، تفضلي يا اختي. الو. مرحبا بك، تفضلي اختي. مرحبا، معك دريه. مرحبا بك، مرحبا بك، تفضلي. جزاك الله خير، كيف اخبارك؟ الحمد لله والشكر لله. مرحبا يا اختي الحمد الكريم. لله. تفضلي. بسال من النقاب. ايوه. بسال من النقاب. طيب واضح، عندك سؤال ثاني؟ لا لا. شكرا يا اختي. شكرا جزيلا اختنا الكريمه دريه من سينجا. مرحبا والله. يا هلا ومرحبا. طيب مرحبا بك. والله تمام معك. حمدي يوسف. حمدي يوسف. ايوه. مرحبا يا اخي. الله يسلمك. تفضل. الو. مرحبا، تفضل، معاك، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. الله يسلمك، الحمد لله شكرا لله. تفضل يا حمدي. انا متزوج. ايوه. ايوه يا حمدي، انت اسمعنا بالهاتف عشان تسمعنا مباشرة ونسمعك مباشرة وكلنا نستفيد من كلامك، تفضل. يعطيك العافية. تفضل. قلت لك انا متزوج. ايوه. عندي طفلين. وكان بنعشها مع زوجتي. وقلت لها لو طلعت من البيت ده انت طالب 3. لا ما طلعت. ما هذه الحالة اللي انا فيها. هي يعني الوقت اللي انت منعته طلعت في الوقت اللي انت محدده ذاته؟ في وقت النهاية ذاته. طيب يديك العافية. الله يكرمك. الله يعافيك. شكرا يا حمدي يوسف. يا هلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 قبل الشيخ يا أخي. مرحبا بك، تفضل يا اخي. مرحبا بك. الله يديك. تفضل. الله يديك. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يحييك ويسلمك ويعافيك ويبارك فيك. بارك الله فيك، مرحبا بك. قبل كذا انا قدمت لك سؤالين. والسؤالين ديل قطعت الكهرباء ما سمعتي. الله المستعان، تفضل. قول سؤالين. بسأل من اول حاجه المديح بين مكبرات الصوت حقت المسجد. طيب. يعني داخل المسجد بيشغلوا المديح بين مكبرات حقت الصوت. يعني بيشغلوا. نعم. تسجيل، بيشغلوا تسجيل. نعم. بيشغلوا تسجيل. هاي مثلا من جوال بيحطه على الميكروفون حق المسجد ويخلي المديح شغال في المسجد. طيب. الشيء الثاني جينا لقيناهم بيمدحوا في ضريح بتاع الشيخ. سالت واحد قال له يا اخي الناس اللي في المقابر الميتين دي كلهم بيسمعوا لنا المديح ده. طيب هو اتصلوا بيسمعوا ما يسمعوهم حاجه غير المديح؟ ما يسمعوهم كلمه لا اله الا الله ولا يسمعوهم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين؟ والله ده الشيء سمعته يا شيخنا وداير راي الدين في الكلام ده. طيب اديك العافيه. الله يعافيك ويستر حالك ويحفظك ويجعلك شكرا خير للعباد يا رب العالمين. بارك الله فيك، اديك الصحه والعافيه. شكرا جزيلا اخي الكريم، يديك العافيه. اهلا وسهلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، عليكم السلام. يا هلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا اختي، مرحبا بك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف يا شيخ، يديك العافيه. الله يعافيك ويسلمك، مرحبا بك. سؤالي والله ليه 9 سنة بدعي بدعوة وما استجابت لحد الآن؟ إن شاء الله ربنا يستجيب، أوعيك تملي. والله يعني شوف قبل رمضانين أو 3 يوم أنا بغي يعني مش بغي رمضان، ما بنوم الليل خالص، تجد إن دعوات استجابة لكن دي تحديدا ما استجابت. سألت ليه كل يوم بسأل روحي يا رب دائما أكون عملت جنب شو الحاجة استجابت الدعوة 9 سنة أو يزيد. شكرا يا أختي، الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ده كله لخير ان شاء لا الله. انا يعني بقول الخير في حاجتين مستجابات لي دي شنو بس بجد يعني بطلع صدقه بنات انها تشتغل والحمد لله ان انا شاء الله مرتاحه. يا ما ربنا صارف عنك بلا انت ما جايبه خبره. والله استغفر الله العظيم. ان شاء الله. شكرا يا اختي تسمع الاجابه. يديكي العافيه. شكرا ليكي. مرحبا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. عليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخنا بزعل عندي سؤال. أيوة تفضلي. مرحبا بك. مثلا يعني زول مولود من على يعني وضع الشرعي ماله؟ زول غير شرعي بورث ولا ما بورث؟ يرث من أمه ما بيرث من أبوه. شكرا يا اختي. طيب عندك كلام تاني؟ لا لا الحمد. شكرا لك. شكرا يا اختي الكريمه. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. مرحبا يا اختي الكريمه. اكفي للتلفزيون بس عشان نسمعك. مرحبا بك. لو سمحت عايز رقم الشيخ بس متاخر. ان شاء الله. شكرا لك يا اختي. كلم الاخوه في الكنترول ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. عليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا. الله يحييك ويسلمك يا اخي. مرحبا بك. الله يديك العافيه. تفضل. ايوه يلا قول سؤالك سريع لانه الصوت بيقطع كده ما واضح. تفضل. مرحبا بك. والله صوتك ما واضح يا اخي الكريم. معليش والله يا ريت ترجع علينا مره ثانيه يا اخي. الارقام قدامك على الشاشه. مرحبا. والله ايوه كده. مرحبا. يا هلا ومرحبا. عليكم السلام. وعليك السلام ورحمه الله مولانا. معك عبدالله الصادق مبين من الطايف جنوب حرب المناقب. بلا الصادق. بلا بلا الصادق مضوي من الطايف جنوب حرب المناقب. مضوي. مرحبا بك. الله يك... لا اقول لك اذا كان هل الرجل اللي تزوج زوجة عمه اذا كان عمه توفى وحفظنا. اي ممكن. الله يكرمك. الله يبارك فيك. كل اهل الطايف كل من يعرف بلا الصادق لكم مني الاف التحايا. شكرا يا بلا الصادق مضوي من الطايف جنوب غرب المناقب. مرحبا بك. يا هلا ومرحبا. عليكم السلام. شيخ محمد الاوي. اهلا مرحبا بك يا اختي. الله يديك العافيه يا رب. الله يعافيك. انا عندي سؤال عايز اسالك لو ممكن. اهلا تفضلي. مرحبا بك. صليت العشاء في المسجد وبنقرا في الصرموخ كده جماعه مع بعض. في ناس تقول لنا ما صح يعني تقرأ صرموخ، في ناس تقول لنا ما تسجد، عايز اتاكد منك. سوره الصرموخ ونهايه سوره البقره. خواتيم سوره البقره. ايوه يعني تقرا بصوت واحد. شكرا يا اختي الكريمه. مرحبا. مرحبا. عليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عرفه صالح. عرفه صالح. مرحبا. اي بسالك من عندي. ابوي رباني وانا كنت صغيره هو ما والدني لكن رباني. وهسه توفى. وقبل ما يتوفى خلينا قسمنا البيت النص. قسمنا البيت النص. ايوه. اها وجاء اخوه والدم ودبوه وقام شال اوراد البيت. قسم البيت يعني قال النص ده ليكي انت؟ النص ده حقي انا. يلا ابوي وهبه لينا قبل ما يموت لكن ما سجلوا في الاراضي. عندنا شهود على كده. ايوه عندكم شهود. طب ما خلاص بعد ده شغل بقى شغل قضاء ثاني. لكن ليلة هسه ابوي ما تم سنه يعني من توفى وما يعني ما ادانا حقنا. انتوا مشيتوا فتحتوا رفعتوا قضيه في الموضوع ده؟ لا لا. طيب يديكم كيف ما هو من البداية منكر بعد شغل إلا قضاء بالقضاء. يلا أخوي في السعودية ما فيه أمي ما عندها رقم وطني. أنا عندي الرقم الوطني عندي الجواز لكن ما عارفة أمشي وين. تمشي لأقرب محكمة بتلقي الناس اللي برا ديل بيوجهوك إن شاء الله تعالى. هي لو اتحلت بالتي أحسن طبعا أحسن. لو يعني برا يكون أحسن.
لو رفض بعد ذاك تسلكوا درب القانون ان شاء الله تعالى. والله هسي قاعد يقول طبعا القانون الجديد ما بيمنحنا اي ورثه ولا بيدينا اي حق. يا تو قانون جديد ده ذاته، وين القانون الجديد؟ والله ما عارفه يا شيخ. لا لا بس ده داري يخوفكم، ده داري يخوفكم عشان ما تمشوا. شوفي لك زول محامي كارب كده متخصص في الشغلانه دي عشان انت ما تتلتلي ويعمل لك اجراءاتك كلها وبعدين قروشك بره حقك. يلا عندي اخوي ده سبحان الله والمعاكس ورافض اي حاجه قاعد في السعوديه، يعني انه داير خلي امي تموت وبعدين يجي يقسم شغله هو. ما يمكن يموت هو، قال لي منو هي بتموت؟ قال لي منو حتموت قباله؟ والله ما عارفين يا شيخ، ما عشان كده بنسال من الموضوع. بس شوفي لك زول قانوني تمسكي الشغل ده ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسر لك امرك يديك العافيه. ان شاء الله ان شاء الله تسلم. شكرا اختي الكريمه. يا هلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله شكرا لله. عايزه اقول لك انه عندي موضوع كده يعني مضايق عليه شديد، وحاسه انه انا مخنوقه منه شديد. يمكن يكون الموضوع هو ما كبير، لكن شنو انا لو عايزه او حاجه تفرج عني حبه غير الاستغفار. انا بستغفر كثير يعني الحمد لله وكده، بس انا عايزه لو في ادعيه تاني اكثر انه خليني ابقى احسن واموري ان شاء الله تفرج، والكرب اللي انا فيه ان شاء الله ربنا يشيله مني. امين امين. بس الزم الدعاء وانا اديك روشتة نبوية من الرسول الكريم، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. نعم ما سامعك كويس. اديك روشتة من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان شاء الله. عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا اختي. الله يخليك. تسلم. الله يديك الصحة والعافية. يا هلا ومرحبا، عليكم السلام. مرحبا بك يا اخي، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الاخبار؟ تمام؟ الحمد لله. عندي سؤالين للشيخ معلش. اتفضل يا اخي. مرحبا بك، اتفضل. تمام. يا مرحبا بك، اتفضل يا اخي. مرحبا. عليك السلام. مرحبا. اتفضل. مرحبا بك. كيف ان شاء الله خير؟ تمام الحمد لله. اتفضل. اتفضل. مرحبا بك. معليش اخي الكريم، يبدو انه فقدنا الاتصال ويا ريت ترجع مره ثانيه. مرحبا والله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك اختي الكريمه، تفضلي. الشيخ محمد الامين اسماعيل. الله يحييك، اهلا وسهلا يا اختي. عندي ثلاثه اسئله يعني. تفضلي. بسم الله. يا ها نعم. قلت لك واحد منهم كذا قصه. طيب قصه طويله يعني؟ لا ما قصه طويله. تفضلي. كان كنت متزوجه ولد عمتين وانفصلنا وبقت في مشاكل. طيب فحتى انا يعني ما بمشي ليهم. حسي الحاصل شنو؟ حصلت مشاكل بعد الانفصال. حصل طلاق يعني؟ اي. طيب انفصلت منه بعد الانفصال، حصلت لنا مشاكل. يلا انا هسه بقيت واصل من حمتي دي ما بمشي لها نهائي. طيب حصل طلقه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ طلقه وفي واحده رجعيه وانا ما رجعت بعدها. طيب ما ترجع الصلح خير يا اختي الكريمه. لا انا ما اتزوجت، اتزوجت غير. ايوه. طيب يلا بعد اتزوجت عمل لي مشاكل مع هالزوجين. ويعني لما وصلت المشاكل ذات للمحاكم. الله المستعان. يلا انا هسه وقفت من عمتي هاي ما بمشي لها، يعني باقي ناس بيتنا بيمشوا لكن انا براي ما بمشي لهم، لانه هو قال لو انا جيت بيتهم بيضربني. وهو ساكن مع عمتك دي؟ اي. ما هو ده عمتي ذاته. ايوه. وساكن معاه في البيت؟ اي ساكن معاه في نفس البيت. طيب يا اختي السؤال الثاني غسل بتاع جنازه وما تمضى بالشعر، يعني الشعر استصعب علينا انه نحن ما نقضوه. ما نغطوا الشعر، دخلتوا المويه جوه فروه الراس؟ ايوه ايوه في فروه الراس. طيب علما بانه يعني انا المتوفيه كانت اختي وما عندي علم بالحاجه دي، واستاذنت الناس في واحده شيخه ناديتها دخلت معاي بجيت في الغسل، لكن خللنا الشعر بالمويه لان هي كانت راكده زي 7 يوم كده في المستشفى والشعر ما كان بيتفك لنا، كان ممصص.
ايوه، هو المويه دخلت جوه فروه الراس والشعر أيوة. كله جاته المويه. ايوه انا بس دايره اعرف انه انا يعني هل علي حساب في الحاجة؟ لا ما في حاجه كده، ما في حاجه ان شاء الله ربنا يرحمه. السؤال الثالث، انا بعيده من امي شويه، حتى البيت اللي زوجته ده فيه بعيد من امي شويه، وبمشي بديها يعني قروش، اقول لها ادي لي فلان وفلان وفلان، هل يعني بقول الصدقه الزول ينفد بيمينه ما لم تعلم شماله؟ ففي حاجه في الموضوع يعني، يعني بتدي للوالده قروش عشان توزيها على ناس من بديها عشان توزيها علي. ايوه ايوه طيب، اديك العافيه، شكرا لك، الله يعافيك ويسلمك. يا مرحبا عليك والسلام. سلام، مرحبا. الو، اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. مرحبا بك ام محمد من نادي. اهلا يا اختي ام محمد، تفضلي. عندي ثلاث اسئله. اي تفضلي. طيب، في واحده قالت معاه اتهمنا يعني، قالت لي على العصر لو اذن ولحد الساعه 4 ما صلوا، ثاني ما بيصلوا الا بعد المغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس قالت لأنه في زول قال لها المغرب لو الشمس بدأت تنزل تغيب قليل، يعني ما في صلاة قبل. أنا قلت لها ممنوع الصلاة النافلة. أي صحيح صحيح. الصلاة المفروضة واجب في وقتها. كلامك صحيح. أنا كنت تذكرتها فيه، كنت نايمة أو كنت ناسية وصليها فيه. صح. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أن إحنا لما يعني كان هناك جيراني كانوا بيقروا في رمضان ختمة المصحف. يلا لكن هم نسوان كبار وما بداخلين خلوة وهناية. كلموني مشيت معاهم، لقيتهم بعدين المصحف ما ختموا من ما بدوا من البقرة ومشوا لي قدام. مشوا بالترتيب ده، هم بدوا من الناس على حسب ما شايفين الصورة السهلة يعني. طيب. وماشيين كده بجزء عامة، لكن ماشيين بالترتيب. يعني الناس الفلق على الإخلاص كده يعني بالترتيب ماشيين. طيب. أنا لما حصلتهم لقيته في الجزء الثالث هناك مشوا ما شاء الله لحد اول المصحف؟ لا 27. ايوه يلا لقيته في الحته دي، ها لقيته ماشيين بيقروا، بتقرا واحده بيقروا وراها. جميل. قلت لهم يا جماعه هو المصحف ما احنا قال والله نحن شايفين انه صعب من البقره هنا، عشان كده نحن نقول قرينا من هنا. ايوه كويس. قلت لهم والله دي انا ما اعرف، لكن اللي هم قاموا قالوا لي تقري ونحن نقرا وراك، لانه يعني شويه قرات احسن مننا. طيب. انا واثقت عليه، لكن وريته منه شنو يعني المصحف كان ختمه بتبدا من قدام ما بتبدا من ورا. لا ما في مشكله، ما في مشكله. لكن هو مشينا بالترتيب. طيب. ما مشينا ب واضح واضح. سؤالك الثالث؟ حصل. يلا السؤال الثالث، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. سلم لي كل راحه. طيب يديك العافيه، شكرا لك. شكرا يا اختي ام محمد من المناقل. يا هلا ومرحبا، عليكم السلام. السلام عليكم، عثمان عبد الرحيم من جبره. عثمان عبد الرحيم، اهلا وسهلا يا اخي. اول حاجه انا شيخ محمد الامين احبك في الله والله. احبك الله وبارك الله فيك، ربي يديك الصحه والعافيه. في الله ساي والله، في الله في الله. الله يبارك فيك، شكرا لك والله. الله يديك العافيه. مرحبا، تفضل. يلا عندي سؤالين. ايوه. عندي قريبتي كده توفت الله يرحمها، وعندي بس مدي لها قروش زي هي ما عندها يعني ما متزوجه. وهي قاعده معاك في القروش وانا ما اعرف ال 20 دي الدوله هي يعني ليها هديه بقت حقتها يعني؟ لا انا جيت عليها من زول زكا كده، قلت لها زول يا اخي والله عندي قريب تيجي كده. ايوه قامت بارك الله زكا وداني لها وانا معاي، وهي كانت عيانه فتره وصي توفت. ايوه طيب، ورثتها وين؟ والله قاعدين اخواتها واخوان كلهم قاعدين. يلا القروش دي حقتهم هم؟ تدى لهم هم؟ اي تدى لهم هم اي. هذا السؤال الاول. طيب السؤال الثاني، زمان قبل كم سنه كده اشتريت من زول ثلاجه وشاكي انه قروشه ناقصه، ووصي هو برضه توفى. كانت الثلاجه زمان ب 3000 ولا كم كده ما عارف. ما عارف، حاسس انه قال مني 100 جنيه 200 جنيه قديم هذيك الزمان دي. وهو توفى، صدق لي اتصدق بمبلغ يعني 5000 10000 تجدي ان شاء الله. سبب التاخير شنو يا عثمان؟ والله انا فيها بس. ايوه وهو ما طالبك؟ لا لا انا مشيت ورد الناس معاك المره ما اتذكر، بس قلت اخوان انا شكيت شك. ايوه مجرد شك يعني.
شكيت هاي انه انا ما اديته شكيت والله. أيوة طيب طيب اديك العافيه. ضميري كمان ضميري انا مني قلت اخواننا والله شاكي ان الزول ده مبلغ ما اديته له كله في 100 جنيه 50 جنيه ما مدخل. ايوه انا ازيح طيب. الشغله دي مني. ايوه شكرا يا عثمان. احبك بالله برضه يا شيخ ما تنسى. بارك الله يديك الصحه والعافيه شكرا لك. يلا رحمة الله ربي ان شاء الله جزاك الله خير يا شيخ. الله يديك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. طيب مرحبا ولا نجاوب طوالي نحن؟ مرحبا. طيب نحن نستعين بالله يا اخواننا ان شاء الله في الاجابه على الاسئله ونبدا باختنا الكريمه اختنا دريه اختنا دريه من سنجه تسال بالنسبه للنقاب اللي هو غطاء الوجه بالنسبه للمراه مرارا يا اخواننا قلنا في نقاط مسلمه كويس نقاط مسلمه اولا النقاط المسلمه انه غطاء الوجه والكفين كان فرضا على ازواج رسول الله عليه الصلاه والسلام بلا خلاف دي خلاها معك بلا خلاف امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا غطاء الوجه والكفين كان فرض عليهم ربنا فرضه عليهن دي ما في اثنين ثلاثه اثنين كلهم متفقون ان المراه اذا غطت وجهها وكفيها تثاب على ذلك وتؤجر على ذلك متفقين دي ما فيها خلاف. نمرة ثلاثة أي مذهب من المذاهب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة رحمه الله تعالى جميعا نجد عندهم القولين قول بالوجوب وقول بالاستحباب مما يدل على أن المسألة الخلاف فيها كبير وطويل. يلا دي المسلمات في هذه المسألة يا أختي ولا شك الواحدة لو ربنا وفقها خير كثير إن شاء الله تعالى وفائدة وبركة لها في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أخونا حمد يوسف قال لامرأته إنه في مشكلة المهم هددة لو طلعت هي طلقانة قال طلق ثلاثة طلق الثلاثة وهي لفظة واحدة كده بيقع طلقة واحدة على الصحيح يا أخي وعلى كل حال ده طلاق معلق والطلاق المعلق بقى على الصحيح من أقوال أهل العلم بما فيهم المذاهب الأربعة لكن طلاق الثلاثة بلفظة واحدة يعتبر طلقة واحدة والله تعالى أعلم. أخونا الكريم سأل قال بالنسبة لناس قال في المسجد بيشغلوا المديح بمكبرات الصوت وممكن يستمر ساعتين ثلاثة أنا ما أعرف ساعتين ثلاثة الذاكرة دي قدر شنو بتستمر ساعتين ثلاثة على كل حال إزعاج للناس يا إخواننا ما صح ما ينبغي والله ما ينبغي هو إذا كان القرآن الكريم أنت بتشغله بالصوت وترغم الناس عشان يسمعوا تكره الناس في الدين خليك من مدايح بيعملوها الناس وربما يكون فيها طارات وفيها نوبات ولا يكون فيها موسيقى ما بتليق بالمسجد اصلا ولا بتليق بجناب رسول الله عليه الصلاه والسلام يا اخي. فالمساجد تنزه من اشياء يا اخواننا يعني اشياء فيها نقاش ونزاعات بين الناس انت مالك وماله تدخل المساجد حتى زي دي. وقال في الضريح كذلك بيمدحوا قال عشان الموتى طيب الموتى يا اخي سميعهم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ورحمه الله وبركاته وانتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. ودي اشياء ما عندها اساس. اختنا قالت بتدعو الله سبحانه وتعالى يعني يمكن لها 9 سنين ربنا يستجيب لك يا اختي بعدين انا اقول لك كلام يمكن كلنا وكل المشاهدين والمشاهدات ممكن اي واحد يقول لك الله انا فعلا عندي دعوه فبدعو الله عز وجل ادعو ماله ادعو الله يحب العبد اللحوح وما من عبد مؤمن يسال الله بغير اثم ولا قطيعه رحم إلا جعل له الله بدعوته 3 إما صرف عنه بلاء أو أعطاه سؤله أو ادخرها له درجة في الجنة يعني الدعاء ده أصلا ما بقع واطة بعدين ربنا يحب العبد اللحوح بعدين يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي ما 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 بعدين إن الله لا يمل حتى تمله ربنا يحب يسمع التضرع ويسمع الإلحاح ويسمع الدعاء وزي ما قلت لك قبل ياما أشياء كثيرة يمكن بلايا ومصايب ومحن وإحن وفتن ورزايا ربنا صارف عنك أنت ما جايب خبر بسبب الدعاء والتضرع إلى الله فما ما تميل لي أبدا وأي شيء عند الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار كل شيء عنده بمقدار شوفي موسى عليه الصلاة والسلام كان عند الله وجيها لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها موسى عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة طيب وبيدعي بيجيوا الإجابة سريعة رب اغفر لي فغفر له
عسى ربي يهديني سواء سبيل ورد مع مدين. ربي إني لما انزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. لكن عنده دعوة، ربنا أنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله قال لقد أجيبت دعوتكما يا موسى. الله جابه بعد 40 سنة، وهنا هو يدعو هارون يؤمن، عشان كده الله قال أجيبت دعوتكما أنت وأخوك. فأنت ما تمل ما تملي، وادعي الله وكله لي خير، كله لي خير إن شاء الله. ونسأل الله أن يجيب دعاءنا يا أختي الكريمة. وبعدين في أشياء برضو عشان نحن ربنا يستجيب لنا، في أشياء يعني في أوقات الإجابة، في أماكن الإجابة، دي كلها نحن نركز عليها وندعو بها ربنا سبحانه وتعالى. من أوقات الإجابة عندك يوم الجمعة، يوم الجمعة مظنة الإجابة، وخاصة آخر ساعة من عصر الجمعة دي مظنة الإجابة يا أختي الكريمة. كويس، عندك بين الأذان والإقامة، المرأة ما بتمشي المزيد مش أذن لحد ما تصلي أدعي ربنا. عندك وقت السحر، أي الدعاء أسمع يا رسول، أي الصلاة أسمع. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جوف الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل. عندك من تعرى من الليل تصحي بالليل قبال الصبح، تقول كلمات لا, لا 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 إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد ذاك الخمسة كلمات الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دعا الله أجابه، وإذا سأل الله أعطاه، وإذا استغفر الله غفر له، وإذا قام وصلى لله صلاة قبل الله صلاته. فأدعي ولحي والله يحب العبد اللحوح، وأصلك ما تملي، أصلك ما تملي. وأدعي ربنا والضرع، يقول يا ربي دعوتك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني إنك لا تخلف الميعاد. هاي قولي كده، قولي يا الله أنا دعيتك يا الله وأنت أعلم استجب لي، فما تمل لي يا أختي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب أختنا قالت في مولود غير شرعي هل بيرث؟ بيرث أمه ما بيرث أبوه. بعض الفقهاء بعض العلماء الشافعية ويروى عن الحسن البصري وجماعة قالوا ممكن يورثوا لأمه ولأبوه، لكن عند جماهير الفقهاء يرث من أمه لكن ما بيرث من أبيه، يرث من أمه ما بيرث من أبيه، وأمه ذاته ترثه. يلا يرث من أمه معناه بيرث من جهة أمه برضه، يعني أخته بتم ماتت سواء بتم براه المهم، أو بتم من الراجل داك يتزوج أمه بعد داك، المهم بيرثه، يرث إذا خاش في الورثة ما يمكن عندها أولاد ما حاجة، المهم يعني بيتعامل مع الأم ومع جهة الأم في الميراث. إذا دخل دخل، إذا مرق بشي تاني يعني بالموانع والحجب والحاجات المعروفة في الميراث، لكن من جهة أبوه ما بيرث. بل الصادق مضوي من الطائف جنوب غرب المناجل قال الواحد إذا عمه توفي ممكن يتزوج زوجة؟ أيوة، مش إذا طلقها، حتى إذا طلقها واحد طلق مرته عدة انتهت ممكن ودخوه يتزوجها إذا ما بتعمل مشاكل. إذا بتعمل مشاكل ما في داعي للمشاكل، ممكن ودخوته يتزوج زوجة عمه زوجة خاله إذا طلقها وانقضت عدتها، ولا إذا توفي وانقضت عدة الوفاة. أختنا بتسأل قالت بيقروا سورة الملك جماعة وخواتيم البقرة جماعة وبعض الناس أنكر عليهم ذلك. لا، هو الحقيقة القراءة جماعة يا إخواننا مقررة في المذاهب الأربعة، يعني مقررة في المذاهب الأربعة. أنا المسألة دي بحثتها كثيرا في المذاهب فوجدت الإقرار ذلك، يعني إذا قرأوا القرآن جماعة موجودة مقررة القرآن بالذات، يعني فممكن واحدة تقرأ الناس يردد وراها خاصة إذا كان في تعليم، أو عموما إذا قرأوا جماعة وارد إن شاء الله تعالى، ولو قريتوا كل واحدة براها بيكون كويس، لكن إذا قرأتم جماعة واردة إن شاء الله تعالى. ونحن نغاضب بإخواننا على قالتهم الاثنين ديل خواتيم البقرة، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه،
وسورة الملك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة، وقال سورة من 30 آية شفعت لصاحبها حتى وقاه الله عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أختنا عرفة صالح زي ما قلت لك يا أختي، المسألة دي مسألة بقت إنتي هو على كل حال هذا الرجل الله يرحمه قال نص البيت ده حقكم، خلاص حقكم، مش في شهود آي، بس شهود ده اللي يشهدوا. لو حليتوها مع الشخص ده حل سلمي وخاف من حق الله، هنيئا له في الدنيا والآخرة. وإذا كان حقكم حقه راح. طيب الشدة أدلكم في الدنيا ولا قال وصية بعد موته؟ ده هنا سؤال تاني. إذا في الدنيا قال الشدة حقكم مش بعد ما أنا أموت ده حقكم، إذا كان وصية الوصية فوق التلت ما بتتنفذ، ينفذوا منها التلت والباقي يتلغي. والوصية إذا كان ما عنده غير البيت ده خلاص خاش في ضمن الوصية، يعني مش إلا تلت البيت، لا ما شاء الله عنده البيت ده وعنده أراضي وعنده دكاكين وعنده عقار وعنده قروش وعنده كده وكده، لما نجمعها بنلقى التلت أو دون التلت الوصية دي لازم تتنفذ. إذا ما عنده غير البيت ده فوق وبس، ما في لا فوق ولا تحته، هنا حد التلت بس إذا بقت وصية. أما إذا في حياته قال وهب لكم الشدة مش بعد ما أنا أموت، لا النص ده حقكم من الساعة حقكم، هنا ده بيجي حقكم. وبرضو نحن بننصح الأخ الأخونا ده اللي هو أخو المرحوم إنه يتقي الله سبحانه وتعالى ولا ما يشيل حق الناس. وأختنا قالت بالنسبة للضيق ولا يا أختي الكريمة تأملي معاي قول الله جل جلاله سبحانه وتعالى، ولقد نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده علاج ضيق الصدر يا أختي، علاج ضيق الصدر وعلاج الضيق والكرب والغم، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبح بحمد الله، كثر سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أسجدي كثير، أسجدي صلي لله كثير، ده بيعالجك. طيب تاني من القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مؤمن في كرب إلا استجاب له الله تعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عمر قال لي يا رسول الله إن كنا لنظن له، وعمر دائما رضي الله عنه بيسأل السؤال ده عشان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد تاني. قال لي يا رسول الله يعني هي ما خاصة به؟ قال لي وما سمعت الله بعدها يقول فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ ما سمعت ربنا بعد قال كده سبحانه وتعالى جل جلاله نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ فكتر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب برضو عندك دعاء الكرب، النبي عليه الصلاة والسلام علمه للصحابية، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله تقول الله اسم الجلالة، وتاني تقول بعدها الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ده برضو علمنا له الرسول عليه الصلاة والسلام. وعموم الذكر يا أختي، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واقرأ القرآن وكل الذكر إن شاء الله. أختنا الكريمة قالت كانت متزوجة بابن عمتها وحصل مشاكل وحصل طلاق وهي تزوجت، وربنا يسعدك يا أختي. والرجل داك قال لي إذا لقى في البيت هناك ما بخليها، عذرك معك عذرك معك، بس يا ريت لو بتقدري تمشي لعمتك وهو ما موجود، مشى الشغل ولا سافر ولا اي حاجه يكون كويس، ما تقاطعيها
وقدر ما تلقاها تسلم عليها وتطايبيها فما تقترح بك. لكن عذرك معاك طالما قال لك انه اذا هددك هذا التهديد خلاص حتى لو ما بس ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا خاشي في الايه دي ان شاء الله. الله المستعان. والله بالنسبه لغسيل الميته نقد الشعر طبعا عند اكثر الفقهاء اذا تعذر على الناس او تعثر او بقى شاقه وصعب كده فبيكتروا المويه لحد ما تصيب اي سبيبه من الشعر وتدخل جوه الفروه. حدث ذلك الحمد لله. قالت بتدي الوالده ربنا يديها العافيه بتديها قرش تقول لها وزعها ادي فلان وادي فلان وادي فلانه من الاقارب والارحام. تصدق بصدقه اخفى. انت عمل يوم الاثنين ماله؟ اما رب سبحانه وتعالى قال ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. بس اهم حاجه الاخلاص يا اختي. سرا وعلانيه. في نفقه في السر وفي نفقه في العلانيه، في الاثنين فيه. والله قال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها. احيانا يا اختي قد تعلني لارحامك ديل انه القروش دي مني انا من باب صله الرحم ومن باب الموده بيناتكم وتهادوا تحابوا. ان شاء الله ما في حرج ان شاء الله تعالى. نحن بس نسال الله الاخلاص ونسال الله القبول. لكن دي مني انا تهادوا تحابوا زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام او صله للرحم او كذا يعني ان شاء الله تعالى. بس اهم حاجه الانسان يخلص عمله. احيانا يا اخواننا نحن نحتاج ان نبدي نفقتنا لحسن المعامله. انا بضرب مثل بالكشف اللي بنلقاه في المناسبات. اكتب فلان الفلاني 10,000 ما فيها مشكله يا اخي، ما فيها مشكله. اكتب فلان الفلاني 10,000 ما فيها مشكله ان شاء الله، بس ربنا يرزقنا الاخلاص ان شاء الله تعالى. فعشان كده ربنا فتح علينا مفتوحه. تبدو الصدقات ماشيه، تخفوها ماشية، الإخفاء أفضل. ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، كلها ماشية إن شاء الله وربنا يتقبل مننا. أخت محمد من المناقل قالت واحدة قالت صلاة العصر لو أذن لحد الساعة 4 ما صليت تاني وأصلي إلا بعد المغرب. استغفر الله، بيختلط عليها الأمر اختلاط كبير جدا، اختلط عليها هذا الأمر اختلاط كبير جدا. وبل إذا أخرته لحد ما المغرب يدخل والله على خطر عظيم. نخشى عليها من قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نخشى عليها من ذلك. نخشى عليها من قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة فرد متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في وقت أفضل، في الوقت الضرورة، وفي وقت الاختيار، في أشياء زي دي. ولذلك الفريضة يعني حتى المرأة إذا طهرت من الحيض لحد قبيل المغرب تصلي الظهر وتصلي العصر. تصلي الظهر وتصلي العصر، فزي ما انت ذكرت لها الفريضه تختلف عن النافله. بالنسبه لختمه المصحف والحاجات اللي قلت بيقروا ديل ربنا يعظم اجرهم وما في مشكله يا اختي. حتى لو قروا من الناس ومشوا لورا التنكيس الممنوع داك تنكيس الصلاه. لكن في عموما نقرا ما تيسر من القران، نقرا ما تيسر منه. يقروا الناس، بعد يقروا الفلق، بعد يقروا العلق، بعد يقروا الانفطار، بعد يقروا تبت يد ابي لهب، بعد يقروا المائده، بعد يقروا الفاتحه، بعد يقروا الاعلى. ما مشكله ان شاء الله يا اختي. يقروا ما تيسر من القران ما في مشكله، خاصه هم ناس يعني زي ما انت قلتي يعني محتاجات الى. وبعدين يختاروا قصار الصور على اساس انه يعني بيسمعوها كثير وسهله على اساس انه يقراها كده، فما في مشكله ان شاء الله تعالى. أخونا الكريم عثمان عبد الرحيم من جبرة. طيب قال هو جمع قروش أو سأل قروش لواحدة ربنا يرحمها. والقروش دي الحقيقة بعض العلماء تكلموا إذا جمعوا أموال لمرضى والمريض مات قبل العملية ولا قبل. لكن الصحيح طالما خرجت باسم هذا الشخص، باسم هذه المرأة ربنا يرحمها، دي بقت حقتها، بقت حقتها، بقت ورثة، بتوديها لأهلها، للناس وراثة اللي بيرثوها. إذا أخوانا زي ما أنت قلت أخوانا وأخواتها بتوديها لهم. بعد ذاك هم دارين صدقوا بها، صدقوا بها، دارين تقسموها قسمة ربنا قسمها الميراث، خلاص بقت حقتهم. بالنسبة لسؤالك الثاني، أنت قلت أصلا في شك في الموضوع ده، ما معروف الزول ده، فإن شاء الله ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، لأنه
اصلا في شك وكذا، واذا صدقت باي مال بنيه كذا ما في مشكله ان شاء الله. نحن يمكن وصلنا نهايه هذه الحلقه ايها الاخوه، ونحن شاكرين لكم جزيل الشكر، والتحايا من الفريق العامل في قناه البلد، كلهم منتظرين دعوات صالحات، وان شاء الله باذن الله تعالى جديد اللقاء. الى ذلك الحين استودعكم الله، دمتم في عون الله ورعايته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.